ما هو مرض البهاق؟ مرض البهاق ده مرض بيبقى مناعي، بيبقى فيه خلل في جهاز المناعة. هو احنا عارفين ان جهاز المناعة دايما بيهاجم الميكروبات والبكتيريا وكده، هو بيحصل فيه خلل، هو بيهاجم الخلايا الصبغية بتاعت الجلد في اماكن معينة، ممكن في اماكن صغيرة او اماكن متفرقة من الجسم، بس هو يعتبر خلل في جهاز المناعة. كويس. بيظهر على المريض في صورة بقع بيضاء، يعني احيانا بتظهر في ايده، تظهر في في اماكن رقبته، مختلفة، تظهر في وشه، تظهر في اي مكان في الجسم. طيب